احنا كده خلصنا الاتش بيهنود. اي سؤال؟ طيب نخلص ابر جي اي بليدنج. وهنبدا بكيس 720 years old male known case of end stage liver disease. وده تعود ان المريض ده يجي لك على طول، ده مريض ريجولر، مريض الكبد اللي هو عنده ليفر فيلير وخلاص منتهي، فبيجي كل شويه لما يحقن الدوالي بتاعت لما جاب هي ماكنسز مره من المرات يعني هيدخل ومش هيخرج، هيدخل في مراجع شوك ولا وات ايفر اللي هيحصل يعني. بروتو زي ار هافينج سي في سيفرال ابيسودز وفي ماكنسز، ده حاجه كلاسيك جدا في مرض الكبد بليدنج فيرسز. تمام كده؟ طيب الفيتالز ضغطه واقع شويه 84 على 51، الهارت ريت بتاعه 121. خد بالك انت لازم تكون مركز، انت انا قلت لك قبل كده بس نعيد عشان الحاجات دي مهمه، تكون عينك لماحه، عينك لماحه. الراجل ده ضغطه واقع صح كده؟ ليه تاكي كارديك؟ لماذا هو تاكي كارديك؟ التاكي كارديك ده غالبا ايرلي شوك، ايرلي شوك. يبقى انا قدامي دلوقتي مريض ضغطه قليل، بلاد بريشر قليل اهو، وشكله هيبدا بايرلي هيمورجيك شوك، وجالي كمان ساتوشن بتاعه 93. هل الطبيعي 93 ده؟ لا مش طبيعي، الطبيعي فوق 94. فليه حصل له هذا الكلام؟ في الغالب حصل ايه؟ اسبيريشن. يبقى انا كده قدامي اسبيريشن. طيب ضغطه يعني التمبريتشر بتاعته 37 ونص، يعني نص نص، مش شرط يكون في انفكشن. طيب الار بي اس بتاعه 62، ده طبيعي؟ لا، مريض الكبد ده مش طبيعي وطبيعي في نفس الوقت، بس يعني اعتبر يعني على حسب الراجل ده دايبيتك ولا مش نوت دايبيتك. بس خد بالك ده مريض ايه؟ كرونيك ليفر. كلمة كرونيك ليفر معناها هايبوجليسيميا. ليه؟ لأن الليفر من الحاجات اللي بتعمل ايه؟ الحاجات اللي بتعمل جلوكونيوجينيسيس، هو اللي بيصنع جلوكوز، من ضمن الحاجات اللي بتصنع جلوكوز. مصانع الجلوكوز، احد مصانع الجلوكوز هو الليفر، وبيعمل حاجه اسمها جلايكوجينول، اللي هو جلايكوجينولايسيس، هو بيكسر النشا عشان يطلع لك منها جلوكوز. فالليفر تعبه ما بيطلعش الكلام ده، فالعين هيتحول يدخل كل شويه في ابيسودز اوف هايبوجلاسيميا. فانت لازم تكون حاطط في دماغك اقيس له الار بي اس. ممكن يكون اصلا الكوما اللي هو فيها مش كومه ليفر، مش هيباتيك انسيفالو، بس ممكن تكون هايبوجلاسيميك، هايبوجلاسيميك كوما عاديه جدا، يعني هياخد شوت سكر وخلاص. ممكن يكون الموضوع مش ليفر من اساسه. ما تتخدعش، ما تمشيش، ما تحطش المرضى في استنباط. يعني المريض ده والله ده ليفر، يبقى الكوما اللي هو فيها دي عباره عن هيماتيك انسيفالوس. لا، وما ينفعش مثلا يكون ستروك مثلا، ده هيموراجيك مثلا، ستروك، ستروك مش هيماتيك انسيفالوس، ستروك. الراجل ما فيش مريض مثلا ليفر ويتخبط في حادثه ويجي لي تروماتيك برين انجري وكوما برضه نفس الفكره. ما فيش مريض سايكاتريك بيجي لي بنيمونيا او ضغط واطي، هو ده حصل الراجل ده سايكاتريك؟ لا. فما تحاولش تقولي المرضى، المرضى بتوعك اوعى تحطهم في قالب مريض سي او بي دي على طول جاي لي بسي او بي دي اكسسربيشن. ما فيش مره منهم هيجي لي بنيمونيا صريحه بقى، اكيد نيمونيا واكسسربيتد سي او بي دي بسبب النيمونيا دي، او جاي لي بيوتي اي راجل كبير في السن مثلا، هو كان سي او بي دي وبعد كده دخل في ستروك، فبقى بقى بيد ريدن، فركبوا له قسطره، فالقسطره بقت انفكتد، فدخل في يوتي اي فسبتك، فجاي لك بسبتك شوك. وكل السيتويشن اللي حصل ده عمل اكسسربيشن للسي او دي اللي عنده، فجاي لك بايه؟ مش عارف ياخد نفسه، وتاكي كارديك، والساتوريشن بتاعه قليل، سيتو بتاعه عالي، ده عيان اكيد اكسبريشن اوف سي او بي دي. وانسى بقى خالص ان هو سبتك من اساسه، انسى بقى حته بقى ان هو الراجل ده ضغطه واقع، او اليون بتاعه بدا يقل جدا، او الاي بي جي بتاعه فيها ميتابوليك اسيدوز مش الكلو، مش ريسبيراتوري زي ما انا متوقع، او ميكسد اسيدوز الاثنين مع بعض، ميتابوليك مع، فاهم الفكره؟ فالعيان بيجي لي كومبو، لازم اخد العيان على بعضه وما احطوش في اسطمبه عشان ما انساش حاجات مهمه. فده المرضى وجاي لي جي سي اس 15 15، شفت الحته دي؟ تريكايه دي قلت لك مريض الهيماتيك مش هيبقى كده لو هو جاي لي بهيماتيك انسفالوباسي. لا، ده المريض ده فايق، خد بالك المريض ده فايق 15 على 15، فممكن يجي لي بهيماتيك باسوفيجيال فاريسز وهيماتيمسيس وفي نفس الوقت لسه مش داخل في انسفالوباسي دلوقتي. مش شرط يعني احطه في اسطمبة ان هو بقى ياخد بقى اللاكتيولوز واسطمبات، الاسطمبات بتاعتنا ديت وعيان ليفر ومفقود فيه الامل والكلام ده. لا، يعني ممكن تعالج عادي، ممكن يتحقن له، عنه يتربط، ممكن يعيش سنين طويله بعد الحته بعد القصه دي. صحيح مش هيعيش يعني بكامل صحته، بس هيعيش في الاخر. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل الحاجات دي. هو الاول جاي بريدنج اللي يحضر اللي حضر معايا الاي بي سي هو يقدر يتوقعها، وممكن يتخيل، وممكن يكتب العلاج من غير ما انا اقول له اصلا. بعدها بس معلومتين المفروض يكون عارفهم زياده، اللي هي اول حاجه في الاول جاي بريدنج دي امرجنسي، اول حاجه الراجل بينزف، ثاني حاجه النزيف ده احتمال يهدد الايروي. يعني بقى انا عندي واحد بينزف، النزيف ده اوتيفر بقى سواء جاي منين، جاي من الاسوفجاس، جاي من الاستومك، جاي من اي حته في نزيف وخلاص. بس النزيف ده هو معدي عشان يخرج من الجسم،
عدى على الاير واي بتاع العيان، فاحتمال يهدد الاير واي. فانا اول خطوه اعملها ايه؟ احمي الاير واي بتاع العيان. هل العيان ده محتاج يتيب ولا مش محتاج؟ دي النقطه الاولى اللي تسالها اي مريض جاي لك بهيماتوريزم، محتاج يتيب ولا لا؟ هل العيان ده فيه ابنورمال ساوندز؟ يعني بدا مثلا يعمل سنورنج، بدا يخنفر كده او يشخر، بدا يدخل في ويز، تمام؟ هل العيان ده الجي سي اس بتاعه تحت الثمانيه بيلو 8 انتوبيت؟ هل الجاج ريفليكس عنده ابسنت؟ الجاج ريفليكس ابسنت، تمام. هل الكاف ريفليكس بتاعه ابسنت؟ طب الكاف اعمله ازاي؟ بيشمموه حاجه ريحه نفاذه بتستسيل الايه الكف بتاعه، شمموا حاجه ما تخليه كحه، المفروض يكح عليها، اي انسان هيشم الريحه دي هيكح، حاجه مثيره للايه المفروض للريسبيرتوري سيستم يعني كف ريفلكس مش انتكت او جاج ريفلكس مش انتكت، ده يساوي انتيوبيشن اي تي تي على طول، بيلو 8 يساوي اي تي تي برضه. البلد ده حصل ابنورمال ساوندز، سمعته لقيت فيه ابنورمال ساوندز، يعني سمعت كابيتيشنز قصدي من تحت بالسماعه، عملت اكس راي لقيت فيه نيومونايتس، غالبا الراجل ده هيتطيب كده خلاص، بس لازم اقيمه بحاجات تانية، الاسبيرات بتاعه، الاسبيراتوريت بتاعه والساتوريشن. ادي كده الاير واي. طيب الاير واي نوت لسه انتاكت، بس الراجل بالايفورت بتاعه ضعيف، يعني ممكن محتاج سبورت الاير واي، هعمل ايه؟ هعمل البيزك مانوفرز اللي هي ايه؟ الجوسي راست والهيد تلت، هعمل الهيد تلت، الهيد تلت جوس راست، وهعمل امبو باجنج لو محتاج امبو، بس غالبا يعني العيان اللي بيحتاج امبو ده معناها خطوه تحضيريه للانتيوبيشن، يعني مش هقعد امبج العيان طول الوقت، يعني هذه خطوه تحضيريه قبل بس ما تيب، اتفقنا؟ طيب البريثنج مريض انا متوقع الراجل ده بينزف والايروي بتاعه نوت انتاكت او مش بروتكتد، يعني هو يعني في سكريشن عدى عليه او دم بقى عدى على العيان ده والايروي نوت، فهيعدي منه شويه يخشوا في اللنج، هيعملوا ايه في اللنج؟ هيعملوا حاجه اسمها كيميكال نيمونايتس. طيب هيجي لي ايه في صوره ايه العيان ده؟ هيجي لي في صوره ريسبيراتوري ريت عالي، الراجل ده بينهج يا جماعه. طيب ايه تاني؟ هيجي لي فيه نورمال اوسكالتيشن، الاوسكالتيشن بتاعه هتلاقي ايه؟ هتلاقي عنده كراكلز اللي هي كريبيتيشنز، يعني بايلاترال كراكلز، تبقى كورس ولا فاين؟ تبقى كورس. ليه؟ لان دي نيومونيا، يعني كونسوليديشن، يعني الكونسوليديشن بيبقى كورس كراكلز. طيب ايه تاني؟ الساتوريشن اس بي او 2، العيان ده هيبوكسيك، ممكن يجي لك هيبوكسيا عنيفه جدا، يعني ممكن يجي لك هيبوكسيا الراجل الساتوريشن بتاعه 70% مثلا. لا للدرجه دي؟ اه للدرجه دي، اقل من كده كمان، اقل من الساتوريشن كمان من 70%، فده لوحده مع الريسبيرتوري ريت انديكيشن اوف انتوبيشن حتى لو الاير واي انتكت. ما هو الانتوبيشن ده مش شرط، ما هو بص انا بتيب العيان لسببين اساسيين، انا بتيبه للتيوب نفسها يعني بروتكت الاير واي، انا عايز اير واي يكون سليم، وفي نفس الوقت انا بعمل ايه؟ بعمل سبورت للفنتليشن، يعني انا في وظيفه تانيه اسمها فنتليشن، في وظيفه تانيه اسمها ايه؟ اسمها فنتليشن. طيب على حسب الكلام ده انت هتتصرف، بمعنى العيان هيبوكسيك ولكنه مش تاكبني كمان، يعني هل محتاج انتليشن؟ لا مش محتاج دلوقتي يا دكتور والله. محتاج امبو؟ طيب اساعده على امبو؟ لا مش محتاج. محتاج احطه على بيباب؟ لا مش محتاج. واصلا كده كده البيباب مش هينفع عليه اللي هو نون انفيزيف، ليه؟ لان الراجل ده بينزف نزيف والبيباب ده ماسك مغلق على وش العيان، هينزف فين؟ في الماسك نفسه؟ مش هينفع. هو من ضمن شروط البيباب او من ضمن حتى الكونترا اندكيشنز له ان العيان ما يكونش فيه فيشيال سكريشنز كتيره منه طالع منه، عشان ما يقعدش يكح ويرجع وينزل جوه جوه الماسك، كلها هنضطر كل شويه نشيله وننضف وبتاع، مش هينفع الكلام، لازم يكون العيان ناشف يعني من الاخر، فمش هينفعه يبقى في اللحظه دي، لا اما انتوبيشن لا اما سبورت عادي. طب السبورت العادي هيبقى يا سيستر او يا دكتور، أو والله العيان ده مثلا جاي لي في ساتوريشن 87% محتاج مني 6 لتر فيس ماسك، احطه على فيس ماسك 6 لتر هيظبطوه، حلو جميل. طب الريسبيرتوري ريت بتاعه والله هو تكيب لك شويه فعلا 28 30 كده، ولكنه يعني لسه قادر يستحمل. طب انت عرفت ازاي ان هو لسه قادر يستحمل؟ والله عرفت اول حاجه ان الريسبيرتوري ماسلز الاكسسوري ماسلز بتاعته نوت وركينج، يعني مش محتاج ان هو يشغل الاكسسوري ماسلز بتاعته، دي واحد. اثنين، العيان مش بيشتكي من ديزني، احساسه بالديزني مش موجود او قليل شويه. طيب ثلاثه،
الريسبيراتوري افورت ده ما اثرش على بلاد جازز، بمعنى لا عمل حاجه اسمها ووشنج للسي او2 بعنف، يعني الراجل بقى اتنفس بسرعه قوي لدرجه ان هو عمل وش للسي او2، ولا كان ضعيف قوي لدرجه ان هو عمل تراكم للسي او2. يعني سي او2 وزين نورمال ليفلز، المشكله كلها هيبوكسيا. طب ليه يا جماعه حصلت هيبوكسيا؟ بسبب الاسبيريشن اللي حصل. فالعيان تكبني بسبب الاسبيريشن صحيح، بس في ليفلز في الموضوع. يعني هل هو تكبني على 44 ولا تكبني على 28؟ 44 دي تيوب على طول ما تتفكرش اصلا، وخصوصا لما يكون عيان هيباتيك بالشكل ده. الهيباتيك بيبقى ديبليتيتد اساسا، فعلى المسلز بتاعته اللي هي احنا منتظرين منها تشتغل معانا وتساعد ليش موجوده اساسا؟ ضعيفه. ما تقولش لي انت، فانا هشيل ازاي؟ هتيبه وفنتيل، هخلي ماشين هي اللي تشيل. فده تقييم الايه؟ البريتنج. طيب نيجي على السيركيليشن، دي حاجه مهمه جدا بقى، ده هيمرجك شوك او ده هيماتيمسيس، الراجل بينزف. فهنعمل ايه؟ اول حاجه نشوف الهارت ريت، الراجل ده غالبا هيكون الهارت ريت بتاعه عالي. طيب الهارت ريت دي لازم معاها اي سي جي على طول، لو الراجل لسه بيلاقي اي سي جي. ليه؟ لان مش شرط الهارت ريت يكون الفليكس تاكي كارديا بسبب الهايبوتنشن، ممكن تكون اريزميا اصليه، يعني الراجل ده ممكن يكون اي اف مثلا، ممكن يكون اس في تي، وات ايفر بقى ما تعرفش. انا لازم استبعد ان يكون في اريزميا من الاساس، ان دي مجرد ساينس تاكي بسبب ايه يا جماعه؟ الراجل هايبوتنسيف، فالكومباتساتوري ميكانيزم عليه شغاله جدا، شغاله كويس جدا، كومباتساتوري ميكانيزم بتحاول تعوض الكاردك اوتبوت اللي راح بالضغط القليل. حلو، ايه الضغط نفسه؟ البلاد بريشر. طيب البلاد بريشر ده، هل البلاد بريشر منخفض معناه شوك؟ لا مش شرط. الشوك هنقولها زي ما قلنا قبل كده في الاي بي سي الاولاني في المحاضره الاولى، وهنقولها ان شاء الله في الاي سي يو شابتر الاي سي يو. الشوك معناها تيشو هايبو بيرفيوجن، يعني ما وصلش دم والاكسجين كفايه للتيشوز، مش للدم. ممكن يكون ضغط الدم كويس بس التيشو نفسه اصلا هايبوكسيك او هايبو بيرفيوز، يظهر لك في صوره لاكتيت عالي، ضغطه حلو بس لاكتيته عالي، معناها ايه؟ التيشو مش متغذي كويس، فتلاقي الضغط ماسك نفسه وكل العين بدا الشوك خلاص. الكلام ده بيحصل في الهيمورجيك شوك اللي احنا فيها دي. الهيمورجيك شوك بتتقسم لاربع درجات، 1 2 3 4، هنعرفها ان شاء الله في الشوك بالتفصيل. الواحد 2 3 4 دي اول درجتين منها اللي هو جريد 1 وجريد 2، الضغط بيكون ماسك نفسه وعين تاكي كارديك، حتى ممكن ما يبقاش تاكي كارديك كمان في اول شوك، اللي هو كان لو فقد العين فقد 15% من دمه، 15% من دمه، يعني حوالي 750 مللي. ليه؟ عشان لسه الراجل 750 مللي ما اثروش قوي، في السكند بقى لما نفقد من 750 ل 1500 ساعتها هيبدا العين يدخل في تاكي كارديك عشان يعوض الكادر اوتبوت اللي ناقص ده. طيب اعرف منين ان هو شوك؟ اليورين اوتبوت قل، اليورين اوتبوت قل واللاكتيت عليها. طب انا اعرف منين اللاكتيت؟ يا اما يكون عندك في السيرم عادي تطلبه مخصوص، يا اما هتلاقيه في الايه؟ لو ماكينه الفي بي جي او الاي بي جي، ماكينه البلاد جاز عندك، الماشين بتاعت البلاد جاز ساعات بتطلع اللاكتيت، فهتلاقي اللاكتيت اكتر من اثنين. احنا بنتكلم الراجل ده حصل دخل في تيشو هايبو بيرفيوش. طيب ما اعرفش ده ولا ده، هعمل حاجه اسمها الكابيلاري ريفيل تايم. احنا قلنا الحته دي في سيركيوليشن في الاي بي سي، الكابيلاري ريفيل تايم اكتر من ثلاثه، من 3 ثواني، ده معناها شوك على طول. وكفاءتها الكابيلاري ريفيل تايم كفاءتها تساوي كفاءه اللاكتيت، يمكن احسن كمان. في حاجات تانيه في السيركيوليشن. طيب هعمل ايه بقى عشان اعمل سبورت للسيركيوليشن؟ حاجات كتير طبعا. في حاجه ناقصه في السيركيوليشن ما تعتبرش سيركيوليشن بس دي اساسيه، هتسحب سي بي سي، لازم تسحب سي بي سي. الراجل بيفقد دم، طب الاتش بي دلوقتي الهيموجلوبين وضعه ايه؟ فقد دم، كام بقى الهيموجلوبين في الوضع ده؟ لازم ابقى اعرف الراجل ده دخل في انيميا اكيوت انيميا ولا لا. هعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ طيب هارت ريت مش هعرف اتصرف معاه، الهارت ريت عالي ده ساينس تاكي كارديا، ظبط الضغط وظبط الشوك دي الهارت ريت هيقل لوحده. ادي واحد اثنين، البلاد بريشر عايز اعمله سبورت، هدي ايه فلويدز كام يعني؟ ادي فلويدز 1 2 3 لتر، عوض اللي ناقص. طيب عوض اللي ناقص بالفلويدز بس؟ لا، هتعوض اللي ناقص بالفلويد وبالبلاد، هتطلب بلاد بقى باك ار بي سيز، يعني اللي هي كرات الدم. وهتطلب كمان من اول جريد 3 في الهيموراجيك شوك، يعني الراجل ده فقد لتر ونص من دمه او اكتر، هتطلب اف اف بي اللي هي فريش فروزن بلازما، وهتدي فيتامين كي، ده مريض هيباتيك فمحتاج فيتامين كي، تمام كده. الفيش فروزن بلازما طبعا في ناس تانية عندها حاجات تانية غير الفيش فروزن، ممكن يدي حاجة اسمها كرايو بريسيبيتات او بروتروبين كومبلكس، وات ايفر اللي موجود عندك، الحاجة اللي بتعمل ترومبوزز، يعني بتحاول تجلط الدم. هنمشي في التراك بتاع الريسسيتيشن، يا اما فلويدز يا اما بلاد، يا اما بلاد يا اما الاثنين طبعا. طيب الراجل ده لسه ضغطه واطي، ساعتها وندخل بايه؟ بالسبورتات بتاعتي، بالنور ادرينالين والفازوبريسين، ودول اهم اثنين، دول اهم اثنين، ده هيمرجك شوك. طيب انا دلوقتي انا بفكر في ايه؟ انا بفكر ان الراجل ده يا اما يكون عنده حاجتين، يا اما يكون عنده
بليدنج بيبتيك ألسر، يا اما يكون عنده بليدنج فاريسز، والاثنين دول لهم سبيسيفيك تريتمنت، مش حاجه جنرال زي اللي انا بعمله ده كده. فساعتها الفازوبريشن هيستبدل بحاجه تانيه هنقولها كمان شويه. يبقى مش محتاج الفازوبريشن، انا محتاج حاجه تانيه شبه الفازوبريشن، ولاد عم اخوه ده السبورت بتاع السيركيليشن. طيب الانفستيجيشنز بقى، انا بعمل ريسسيتيشن وفي نفس الوقت تحت دم عشان ابقى اقعد تحاليل. انا شفت السي بي سي، شفت الكواجيشن بروفايل، الراجل ده هيباتيك. طب الاي ان ار كام؟ متوقع في الهيباتيك الاي ان ار يكون عالي. تمام، الاي بي جي انا متوقع الاقي في ايه؟ هلاقي في حاجه اسمها ميتابوليك اسيدوزز. ليه؟ يعني عشان شوك، الشوك معناه اسيدوز. خلصت. طب الشوك الاسيدوز دي تتحسن بايه؟ في وضعنا الحالي هتتحسن بالفلويدز عادي اللي احنا بنديها، لا هيحتاج ادي بايكارب ولا القصص دي. هو كل القصه ان الراجل ده عنده هيبوبرفيوجن ادى الى اسيدوز ولاكتيك اسيدوز، لاكتيت عالي، اللاكتيت ده اسيد فيعمل لاكتيك اسيدوز. حلو؟ طيب في خضم هذا الامر لازم اسحب ار بي اس، شوف السكر كام، ممكن يكون عندها هيبوجلايسيميك فضل غير، ممكن يكون اعلى من كده، ممكن يكون اصلا دي كي اي مثلا، والاسيدوز اللي قدامي دي كي اي كمان، مش مجرد لاكتيك اسيدوز فقط لا غير. طب البايو كيم اعمل ايه؟ لاكتيك ليفر فانكشن تيست، يعني اشوف البيلروبين ليفر فانكشن تيست، الحاجات الاساسيه بتاعتها ايه؟ هسحب انزيمز وهسحب البيومين وهسحب بيلي روبين وهسحب اي نار اللي هي الكواجيليشن، يعني الاربعه دول هيعرفوني الليفر ده نظامه ايه ازاي. الالبومين والكواجيليشن بروفايلز اللي هي التي يعبر عنها بالاي ان ار، الاثنين دول بيسموها سينسيتيك فانكشن اوف ذا ليفر. لو الكبد ده فاشل فيلير، الاثنين دول هتلاقي الالبومين قليل قوي وهتلاقي الاي ان ار عالي قوي، اللي هي الكواجيليشن بتاعه الراجل ده بينزف بسبب ايه؟ ان الكواجيليشن فاكتورز انتاجها ضعيف. حلو كده؟ طيب البيليروبين، البيليروبين والانزيمز، طبعا البيليروبين دي لها اسباب كتير، الجوندس اللي احنا قلنا فيها اوبستراكتيف جوندس، وفي هيموليتيك جوندس، وفي حاجات لها علاقه بالهيباتيتس، بالهيباتيتس. فالانزيمز والبيليروبين هيعبروا عن حاله الاكيوت هيباتيتس، هيعبروا لنا عن حاله الاكيوت سيتويشن خلاص يعني. فبالطريقه دي انا هعرف اقيم الليفر ده وضعه ايه دلوقتي، هعرف اقيم الليفر وضعه ايه دلوقتي. طيب الاي سي جي، الاي سي جي دايما يعني دايما وابدا الاي سي جي اللي هو استبعاد الام اي في الحالات الكريتيكال مهم جدا. اعتبر الاي سي جي ده زي الاكس راي كده عندك كده، او زي ما بتحط سماعه في العيان. معلش اي سي جي سامحوني، خدوني على قد عقلي. اي سي جي مهم عشان استبعد حاجه مهمه هتكون مستخبيه في وسط الدايليبه اللي انا فيها دي، ان العيان ده سكيميك او في ام اي دلوقتي لسه بيستوى كده وبيسلي نفسه. اعمل ايه؟ اعمل ايه في الـ في الـ في عيان الابر جي اي بليدنج؟ العيان ده دلوقتي سببين، له سببين، يا اما يكون الراجل ده بليدنج فارسز تمام، يا اما يكون بليدنج ألسر. هل في سبب تاني؟ ممكن يكون ليفر، يكون كانسر مثلا، بليدنج كانسر وكانسر عامل ألسر وات ايفر، هما دول السببين الاشهر اللي هيقبلوا، يا اما الراجل ده بليدنج فيرسز، يا اما يكون الراجل ده بليدنج انسر كده. وات ايفر الاثنين دول، وات ايفر الاثنين دول انا هعالجهم هما الاثنين على بعض كده كمجموعه واحده، لوكشه واحده كده. ازاي؟ هركب ان جي تي. ليه؟ اتاكد اول هي هيماتيمسيس، ما يمكن تكون هيموبتسم، يمكن الراجل ده بيكح دم وانا فاكرها بيرجع دم. قال لا يعني مش هيقول لي افرض الراجل ده اصلا فقد الوعي، مش في وعيه عشان يقول لي اساسا. هو كل حكايه الحقنا دكتور ده في دم على وشه، الراجل كل شويه يطلع دم من بقه. نرجع تاني، اول حاجه هركب رايت عشان اتاكد من ايه، اتاكد ان عنده هيماتيمسيس ولا هيموبتس، دي حاجه مهمه. تاني حاجه هعمل له ووش، كاستريك ووش بالان جي تي اللي انا حطيتها، يعني كولد سلاين، يعني انا كده هعمل كولد سلاين اريجيشن، كاستريك ووش اهو، كولد سلاين، كولد سلاين اريجيشن، كولد سلاين بجد، يعني ازازه سلاين كانت محطوطه في الثلاجه واعمل بيها اريجيشن. ماشي، ممكن البليدنج يقف بالحركه البسيطه دي. تاني هعمل ايه تاني؟ اوميبرازول. ازاي؟ حاجتين، اول حاجه هدي بولوس 80 مللي جرام، 80 مللي جرام بولوس اي في اوفر 1 اور. ازاي؟ هحط ال 80 مللي جرام دول اللي هم عباره عن اربع امبولات على 100 نورمال سلاين، نورمال سلاين، ومشي نورمال سلاين ده على 1 اور. طب والله يا دكتور ما عندناش 100 نورمال سلاين، مشينا 500 بس يخلص في ساعه مش اكتر من كده. وبعد كده زن 8 مللي جرام بالقمر. ازاي؟ سرنجه، هتعمل سيرنج بام، سيرنج بام وهتمشي فيها 50 مللي نورمال سلاين
طبعا سي ان جي بامب دي ده الماشين، وده كده 50 مللي مصريين زائد 200 مللي جرام وميبرازول، وتحسبها انت بقى، نحسبها 200 مللي جرام على 50، يعني معناها 200 على 50 هيساوي 4. يبقى اذا كل مللي من ال 50 فيه 4 مللي جرام اوبرازول. انا عايزين اديله 8، يعني هنمشيه ب 2 مللي في الساعه، 2 مللي في الساعه، 2 مللي في الساعه، يعني تقريبا اليوم كله ماشي على سنجه واحده. طيب الاوكتيلوتايد، الاوكتيلوتايد ده اسمه التجاري ساندوستاتين، ساندوستاتين ليه؟ لانه ساندوستاتين انالوج، سوماتوستاتين انالوج، سوماتوستاتين انالوج، سوماتوستاتين. ويحفظ كده كلمه سوماتوستاتين، ده جنرال انهبيتوري هرمون في الجي اي تي، بيقفل كل حاجه، بيقفل كل حاجه. ده بيستخدم مينلي لعلاج البليدنج سورجيال فيريسز، بيقلل السبلانكينيك، بيعمل سبلانكينيك فازو كونستريكشن، سبلانكينيك اريا في المنطقه دي، بيعمل فازو كونستريكشن للبلاد فيزلز الموجوده. هتمشيه ازاي؟ هتمشيه 50 مللي جرام بولس، وبعد كده 50 مللي جرام بير اور لمده 72 اورز. طيب ما فيش ساندوستاتين، بديله ايه؟ بديله حاجه اسمها جلايبرسين. جلايبرسين لو خدت بالك تشابه، لكن عندنا حاجه اسمها فازوبريسين، عشان قلت لك ليبو فريدو مع فازوبريسين كفازو اكتيف دراجز، تعمل فازو كونستريكشن وترفع لها الضغط، ادويه اللي بترفع الضغط، ادويه اللي بترفع الضغط. طيب بدل الفازوبريسين بقى ما تستخدمه، هتستخدم بداله حاجه اسمها جلايبرس لو الاوكتيلوتايد مش موجود، او حتى بديل عنه مش مشكله يعني كده. الجلايبرسين هيعمل ايه؟ برضه هيعمل سبلانكينج فازو كونستريكشن، فهيقلل الاوت فلو البليدنج اللي طالع منين؟ من الاسوجيال فيريسز. وهتدي انتي بايوتيك، لازم تدي انتي بايوتيك العيان ده، سيفتراكزون 2 جرام مره واحده في اليوم. خلصنا من الحته دي كده، انت عملت سبورت العيان. طب العيان ده نوت سبورتد، يعني مع كل الكلام ده ستيل شوكد، ستيل محتاج انتوبيشن او تيبته فعلا، ستيل ضغطه واقع مش عارف، الراجل بيخرخر بشكل عنيف. يعني كل اللي انا بداته دوت، ومع ذلك الراجل لسه قاعد بينزف، اعمل ايه؟ ساعتها لازم تكون اندوسكوبي ايرجنت، بيسموها ايمرجنسي اندوسكوبي. المفروض الامريكان عندهم جايد لاينز كده في الحته دي، يقول لك لو الهوسبيتال بتاعتك، المستشفى بتاعتك فيها ريت اكتر من 300 حالة، 300 كيس بير يير، ده معناها ان انت لازم تحط نبطشي اندوسكوبيست، يعني يكون عندك اندوسكوبيست في الافتر نون وفي النايت، بعد الصبح يعني، بعد شفت الصبح يكون مبيت معاك يعني اندوسكوب. لو لو حالتك اكتر من 300 حالة، يعني تقريبا حالة واحدة في اليوم، لو ريتك اكتر من حالة في اليوم لمدة طول السنة، يبقى الاندوسكوبيست لازم يكون موجود. غير كده هتعمل تعمله سبورت على قدر الامكان لغايه ما هو يجي الصبح يعمل اندوسكوب، او لو هو نوت ستيبل هيتحول، هيتحول لمستشفى فيها اندوسكوب شغال ايمرجنسي. هيدخل يعمل ايه الدكتور الاندوسكوبي؟ اول حاجه هيعمل اريجيشن، هينظف، هيدور على الليجن فين، يا ترى ده فاريسز ولا بليدنج السر، لانه برضه عين الهيباتيك مش شرط يكون فاريسز، هو ممكن يكون السر هو كمان، يعني حاجتين في بعض كومبو. اه ممكن يكون فاريسز بتنزف وفي نفس الوقت السر بينزف، تمام. فهيدخل يعمل ايه؟ لما هيدخل يعمل ليجيشن، يعني يربط الفاريسز دي اللي هي الفينز المتورمه اللي بتنزل دي، او يعمل لها ابليشن يعني يلسعها، يلسعها بقى بطيبه، يلسعها بايه؟ او يحط عليها جلو، يعني ماده سامويه كده تقفلها تسدها، او يربطها الليجيشن زي ما قلت لك، تمام. وبالنسبه للالسر يكوي، يكوي الالسر، يعمل له كي 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 يعني، فاهم؟ بالاندوسكوب بيحس الالسر يقف، وبيحطوا برضه ساعات اظن جلو كمان على الايه؟ على الاثر، المهم هيدخل عشان يوقف الايه؟ النزيف. وفي معظم الحالات بتاعت الاندوسكوب بينجح انه يعمل حاجه زي كده. ولو لقى بليدنج الثر هياخد منه بايوبسي طبعا عشان ياكد، يتاكد ان في اتش بايلوري ما فيش. إيه حاجه مستقيمه يعني، ده يعني كومون جدا لدرجه كبيره يعني. ده الاندوسكوب كده، احنا خلصنا حاله الافر جي اي بليدنج. والراجل طبعا هيتنوم عندك، هتحجزه عندك في المستشفى، هتتابع بقى ده اتش بي بتاعه، الانيميا بتاعته بدات تتحسن ولا لا، هل في انسيدنس ولا لا، تيبته اكس راي شيست يجي يبص عليه، انتي بيوتكس محترمه ولا انيروبسو، انتي انيروبيك وانتي جرام نيجاتيف، مش مجرد سيفتراكزون فقط لغايه الكيميكال ايمونايتس او الاسبيريشن ايمونايتس دي،
يعني بيحبها انتي بيوتيك بروتوكول فاهم، وهيفضل على غالبا هيفضل على الانترنت مثلا 3 ايام 4 ايام وتبدا تفصله بعدها. ما تتيبش وما تحتاجش كل الفيلم ده غالبا على بكره الصبح، بالليل هيقعد معاك يوم وتاني يوم اليوم اللي بعده، يعني اللي هو تالت يوم يعني اي خلاص هيبقى ديستشار وياخد علاجاته الريجولر بتاعت الليفر، وتاكد طبعا من موضوع الهايبوجلايسيميا، وممكن مثلا لو الدنيا هديت هياخد بقى موعد اندوسكوب عشان يدخلوا يبصوا بصه بقى كده ريجولر، يعني مش حاجه امرجنسي بقى، روتين الاندوسكوبي عشان يطمنوا عليه يعني. مجرد ممكن برضو يدخلوا يلاقوا برضو شويه حاجات يعني على وشك ان هي ايه تنزف فيها كمان يوم، رابطينها ولا لاسعينها ولا هيعملوا فيها ايه. اي سؤال يا دكاتره؟ طيب يا دكاتره، طيب ان شاء الله المره الجايه هنخلص الجي ار تي، هناخد بقى الفوميتنج وهناخد الدايريه وهناخد الكونستبيشن والانتي دايريه والانتي اميتيك دراجز، ولو خدنا حاجه تانيه بره الجي ار تي يبقى كويس. ما كانش هو كده كده الثلاث اربع مواضيع دول كبار شويه فهياخدوا هيستهلكوا المحاضره يعني. اشوفكم باذن الله يوم الاحد الجاي بقى، مش الثلاثه، انا خلاص محاضرتين في الاسبوع. يوم الاحد الجاي 9 ونص مساء زي دلوقتي بتوقيت السعوديه، او 8 ونص بتوقيت القاهره. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.